أكتر شيء مثلا بيأثر فيني بمكان معين هو تناسق ألوانه وريحته وقديشه مضوي وروح العالم الموجودة فيه. خلال دراستي ببلجيكا آخر مشروع لألي مشروع التخرج كان عبارة عن حيط أنا عملته وبنيته وحتى عملت الحجار تبعه. هيك ذكرني بالخرابة اللي كانت بحلب مثلا وقت الحرب. بعد ما بنيت الحيط كسرته جريت حجراته علي على على بإيدي ربطتهم بحبلة وجريتهم ومشينا أنا وهنين لوقت ما اختفوا حجرة حجرة على الطريق. يعني هيك كمان فكرة تعبر عن إنه أنا شوي شوي مع تقدم السنين عم تتلاشى عم بتروح شوي شوي الذكريات. بس بما إنه كانوا مربوطين بحبال هدول الحجرات وبإيدي وكذا يعني قد ما راحوا الحجرات واختفوا على الطريق أنا ضل في بإيدي حبال بتقلي آه هون كان في إشي. يعني بهاي الفترة هلأ كنت عم بحن الأمور الطفولية وهيك فحبيت أكون أقرب لألوان الطفولة. كنت كثير أخربش على الحيطان بالطبشور فألوان الطبشور اللي كنت بستعملها هنا كانوا الأحمر والأصفر والأخضر هدول اللي بيكونوا باستيل. فهيك كمان هدول الألوان رجعوا واشتغلوا عندي فطلعوا بهاي اللوحة. طبعا مثل أي شيء بالحياة دائما بننبهر بأول شيء بأول شغلة أو بأول مرة. يعني مثلا أنا هاي اللوحة بدي أعلقها رح ننبهر فيها 3-4 مرات إذا ما ضفنا شي علي أو نقصنا شي منها غيرنا شي فيها رح تصير مثل الحيط. ففكرتي إنه ما نحن بس اللي منأثر بالمكان، المكان هو اللي بيأثر فينا وهي علاقة متبادلة. يعني أنا لو ما المكان أثر فيني وأنا أثرت فيه ورجع أثر فيني ورجع هيك ما بيطلع شيء، كل شيء فيه تبادل. إذا بدنا حياة بدنا تبادل بدنا تغيير بدنا تجدد وهيك بيستمر الاندهاش والوعي والانتباه لكتير شغلات.